السلاح الكيماوي في سوريا، من الذي يحوزه؟ ومن الذي ينوي استخدامه في القتل؟ طرح هذه الأسئلة لم يبدأ في نهايات العام 2012. ملف السلاح الكيماوي على الأرض السورية بلغ من العمر أشهرا. فتح الملف للمرة الأولى على شاشات المحطات الإخبارية العربية في منتصف الشهر السادس حزيران من العام 2012. هكذا شاع الأمر في أوساط المتابعين للمحطات الإخبارية العربية، إلا أن متابعين أكثر اطلاعا أدركوا أن الأمر أشير إليه قبل تعرض المحطة العربية له بثلاثة أسابيع. أشير للأمر من خلال تسريبات تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية التي تحدثت عن اجتماع سري جرى في دبي بين مدير المحطة العربية السعودية الملكية ومسؤول دبلوماسي أمريكي في الإمارات. جرى خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إنجاز تقارير إخبارية تفيد بأن الجيش السوري يستخدم أسلحة وغازات كيماوية سامة ومحرمة دوليا، على أن تقول التقارير إن ذلك يتم بإشراف خبراء روس وإيرانيين. تم تنفيذ الاتفاق، والدليل كان أن المحطة العربية بدأت فعلا بإنجاز تقارير بتقنيات عالية. استخدام تقنيات الجرافيك في العرض كانت الطريقة الوحيدة من أجل التغطية على مشكلة عدم توفر الصور التي تثبت استخدام الجيش السوري لسلاح كيماوي. بعد أسابيع تسربت معلومات جديدة تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية ناقشت مع قيادات المعارضة المسلحة تنفيذ عمليات استخدام مدافع الهاون المورتر في مناطق سورية يتفق عليها لاحقا. أضافت التسريبات أن ما يميز هذه العملية هو أنه يراد لها أن تؤدي إلى مجزرة كيماوية، وذلك عن طريق قذائف مورتر محشوة بالفوسفور الأبيض أو غاز الخردل وربما غاز السارين، بعد أن يتم تهريب تلك الأنواع من القذائف لتسليمها إلى مسلحي ما يسمى بالجيش الحر. العملية تدار من قبل المخابرات الفرنسية والأمريكية وفق ما جاء في مضمون التسريبات. لاحقا وتحديدا في نهايات الشهر الثامن آب 2012، بدأت تصريحات رسمية من ذات الدولتين الفرنسية والأمريكية بدأت تصوغ كلام الخفاء بعبارات أكثر وضوحا وعلانية. أقولها بوضوح، سنظل يقظين جدا مع حلفائنا للحؤول دون استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية، الأمر الذي سيكون بالنسبة للمجتمع الدولي سببا مشروعا للتدخل المباشر. تدخل عسكري مباشر، النتيجة الطبيعية لاتهام أي دولة بأنها تستخدم سلاحا كيماويا ضد شعبها، وهو الأمر الذي جاء أيضا بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي وقتها محذرا سوريا فيها من استخدام الأسلحة الكيماوية أو من نقلها، وقائلا إن ذلك يشكل خطا أحمر مهددا بتدخل عسكري مماثل للذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي. بتلك التصريحات بات الهدف من الاتفاق السري على تهريب مواد كيماوية للمعارضة المسلحة بات واضحا. تصريحات الرئيس الفرنسي كانت تحذر سوريا من استخدام سلاح كيماوي، بمعنى أنها كانت حتى شهر آب على الأقل لم تستخدمه بعد، إلا أن محطة إخبارية عربية كانت قبل شهرين من ذلك تقول إن الجيش السوري قد استخدمها وانتهى الأمر. فكيف ستفسر تلك المحطة الإخبارية مجددا سبقها للزمن واستباقها لأحداث لم تقع بعد؟ بعيد التصريحات الفرنسية والأمريكية، تطابقت معلومات مؤكدة أخرى آتية من مراكز صنع القرار في كل من السعودية والأردن
تتحدث عن رحلة لنحو 1800 سيارة اتجهت من الرياض وطوت المسافات بنية الوصول إلى العاصمة الأردنية عمان. وحتى لحظة وصول المعلومات في نهاية شهر آب، كانت القافلة لا تزال تنتظر أمراً في عبور الحدود الأردنية السورية. السيارات جهزت لتكون مضادة للاختناق الكيماوي، وذلك بتركيب نظام فلترة مضاد له في تلك السيارات. بعد تلك المرحلة استمر الضخ الإعلامي حول ذات الملف، وبات كل العالم يعبر عن طريق وسائل الإعلام عن قلقه المتزايد من أن يستخدم الجيش السوري سلاحا كيماويا. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره السوري بشار الأسد من عواقب استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. نظام الأسد زود قواته بغاز السارين القاتل في قنابل من المقرر أن تلقيها طائرته. احتمال استخدام أسلحة كيماوية ضد الشعب السوري. أخيرا ظهرت في سوريا مختبرات للسلاح الكيماوي، مركبات ومواد كيماوية شديدة السمية وفائقة التأثير. صرحت مجموعة تابعة للمعارضة المسلحة أو ما يسمى الجيش الحر، صرحت عن نفسها مطلقة على نفسها اسم كتيبة الريح الصرصر الكيماوية. وضمن المختبر كان هناك ضمن قفص زجاجي أرنبان أدخل إليهما مركب كيماوي خانق، وبعد استنشاقهما له لنحو دقيقة فقط كانت النتيجة على هذا الشكل: شلل تام أدى إلى الموت. وألحقت التجربة بتهديدا وتكبير. هذا ما سيفعل بكم يا أعداء الله. والله العظيم لن يتجاوز دقيقة من الاستنشاق. في 27 من شباط 2013 بث ناشطون سوريون على الانترنت مقطعا ينبهون فيه إلى ارتداء عناصر من المعارضة المسلحة لأقنعة واقية من الغازات الكيماوية، وذلك أثناء محاولتهم اقتحام أحياء في مدينة حلب قريبة من الجامع الأموي. في آذار من العام 2013 تحدث وزير الإعلام السوري عن إطلاق عناصر المعارضة المسلحة لصاروخ يحوي مواد كيماوية سامة على خان العسل بريف حلب، ما أدى إلى سقوط العشرات. نقلت بعض محطات الأخبار العربية الكلام عن الوزير السوري، لتضيف بعد الخبر مباشرة أن ناشطين من خان العسل نفسها قالوا إنه لم يحدث وسقط صاروخ على قريتهم في هذا اليوم أبدا. اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا من وصفتهم بالإرهابيين بإطلاق صاروخ يحوي مواد كيميائية على خان العسل في حلب، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. لكن ناشطين في المنطقة قالوا للجزيرة إنهم لم يلحظوا سقوط أي صاروخ فيها. نفت المحطة على لسان ناشطين سقوط أي صاروخ على خان العسل، فيما تناقض الكلام مع موقع جهاز إخباري آخر والذي تحدث عن سقوط صاروخ سكود على القرية، ما أدى إلى تسمم الأهالي. بعيدا عن تناقض الروايات بين أجهزة الأخبار العربية، فإن كاميرا الإعلام السوري زارت بعض الناجين من الغازات السامة ورصدت اتجاه أصابع اتهامهم. الاضطراب والدنيا غبقت كلها، بعد 5 دقائق طلعت الريحه، شمينا الريحه انا تخمرت وفتت على البيت. هون جوزي دخل بعد ما شم الريحه بحكي معي، دخل ومشي، بعد ما مشى طب في الارض وبلشنا يطبطبوا ورا بعض. شو صار؟ ضربنا الجيش الحر في صاروخ، شمينا ريحه، اخذت العالم في الاراضي، العالم في الاراضي تطبطب، العالم ماتت في الاراضي، الاولاد هون سكر صدري، ما بقيت احسن احكي وما بقيت احسن اتنفس. الله يوفقه ان شاء الله بيموت، العالم كلها طبت في الاراضي. السلاح الذي حازته من سمت نفسها بكتيبة الريح الصرصر كان واضحا انه سيستخدم لاحقا، ولم يدخل الى سوريا لمجرد التخزين فقط، وكان واضحا ايضا
أنه لن يميز عند انتشاره في الجو مؤيدا أو معارضا، عسكريا أو مدنيا. إلا أن الأوضح من ذلك كان أن وسائل الإعلام الإخبارية العربية وعند استخدام هذا السلاح الكيماوي من قبل المعارضة المسلحة، فإنها لن ترجع إلى أرشيفها وفيه ما يثبت امتلاك المعارضة المسلحة السورية لسلاح خطير كهذا.